السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو عصام من قناة توأمان. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تاني ايام اولمبياد باريس بعد الافتتاح. كان عندنا النهاردة تاني ميدالية للعرب في اولمبياد باريس، ودي حاجة مشرفة لحد دلوقتي اننا بنحصل على الميداليات. النهاردة كان عندنا ميدالية برونزية للاعب المصري محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة. امبارح كان عندنا اللاعب التونسي فارس فرجاني حصل على فضية سلاح السابر، برضو هي تبع المبارزة، يعني احنا متفوقين لحد دلوقتي في المبارزة، فدي حاجة كويسة. وكان عندنا برضو امبارح زياد السيسي كان هيحصل على ميدالية، الميدالية البرونزية، لكن هربت منه، لكن النهاردة عوضها محمد السيد وحصل على البرونزية. النهاردة محمد السيد خطف انظار العالم كله، ليه؟ هو بسبب احتفاله بعد كل تأهل من دور ال 32، فاز على منافسه الكولومبي، لان صفحة كولومبية نشر فيديو الاحتفال محمد السيد وهو بيحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو. دي حاجة خلت محمد السيد ان هو مش المصريين يهتموا بيه بس، لا ده احنا لقينا الصفح مشجعين ريال مدريد وصفح مشجعين لكريستيانو رونالدو وصفحة تبع كولومبيا، العالم كله او الصحافة او مواقع التواصل الاجتماعي اهتمت بمحمد السيد لانه هو عمل احتفال خطف الانظار للجميع. فطبعا دي حاجة ذكية من محمد السيد، هو اهم حاجة انه هو حصل على ميدالية، هو كل تأهل كان بيعمل الاحتفال ده لحد ما وصل للمنافسة على البرونزية، وفعلا فاز بالبرونزية. كانت مباراة صعبة امام منافسه المجري، فاز 8-7، كانت المباراة 7-7، وصلوا لحاجة اوفر تايم، وفي لمسة ذهبية كان كل شوية ضربة والنقطة تتلغي والمجري كان هيفوز، والمباراة كانت صعبة، لكن نجمنا المصري محمد السيد ابن مدينة طنطا صاحب 21 عام حصل على اول ميدالية مصرية في اولمبياد باريس وتاني ميدالية عربية، فطبعا دي حاجة مشرفة. تعالوا نشوف كده الماتشات اللي لعبها النهارده محمد السيد. في دور ال 32 لاعب منافس كولومبي اسمه جون ادنسون رودريجيز، محمد السيد فاز عليه 15-7، فرق كبير طبعا. عندنا بعديه تأهل لدور ال 16 لاعب ايطالي اسمه اندريا سانتاريلي، فاز عليه 15-10، تأهل بعدها للدور الثمانيه. لاعب بلجيكي نجمنا المصري فاز 9-8، فرق بسيط طبعا. بعدين وصل لنص النهائي لاعب منافسه الفرنسي بوريل يانيك، فاز المنافس الفرنسي 15-9، فرق كبير طبعا، لكن نجمنا المصري راح للمنافسة على البرونزية، يعني نص النهائي ده بيبقى اللي بيخسر للمنافسة على البرونزية فقط لا غير. وطبعا محمد السيد حقق البرونزية وكانت بكل صعوبة، لكن هو ليه مستقبل كبير، هو مصنف لحد دلوقتي المصنف العاشر، والمجري ده كان المصنف رقم 16 تقريبا. فطبعا نجمنا المصري ده لقيناه بيتبع اسلوب كده غريب، بينزل نازله كده على الارض، ليه اسلوب مميز يعني في لعبه، يعني لو اتفرجتوا عليه هتلاقي اسلوبه مميز عن المنافس اللي هو المجري. كل لاعب في السلاح المبارزه بيبقى ليه اسلوب. امبارح اللاعب الكوري اللي كان قصاد فارس فرجان اللي كان في النهائي كان برضو ليه اسلوب، يعني هتلاقوه مختلف عن نجمنا المصري، بينزل نازله معينه كده، بيخطف ضربه معينه كده، يعني كل لاعب ليه اسلوب معين في المبارزه. فطبعا النهارده كده يعني وصلنا لتاني ميداليه عربيه، دي حاجه كويسه. لسه منتظرين بقيه الايام وان شاء الله هنحقق ذهبيه، في لسه نجوم عرب كتير مشاركين، هنشوف المغرب، الجزائر، هنشوف في الاردن برضو، في ملاكم اردني هزم المصنف الاول تقريبا لاعب كازاخستاني، يعني في حاجات كتير العرب يعني لهم فرصه كبيره انهم يحققوا ميداليات. للاسف المصريين احنا لحد دلوقتي في اليوم الثاني في منافسات كتير خرجنا منها، يعني التنس السيدات خرجنا منه، اللي هي ماير شريف خسرت 2-1 من منافساتها الدنماركيه، التنس طاوله هنا جوده خسرت 4-0 من اللاعبة الهولندية، الطايرة خسرنا 3-0 من بولندا، احنا في حاجات كتير يعني بنخرج منها، لكن احنا عندنا امل برضو ان في
لعيبه تحقق ميداليات، لان بعثه منتخب مصر بعثه كبيره، 164 لاعب، هم 148 لاعب اساسي وبيحسبوا في الباقي ده احتياطي، عندك عدد كبير ما شاء الله. منتخب مصر لكرة القدم احنا دلوقتي عندنا 4 نقط وعندنا فرصة للتأهل لربع النهاية. اليد ان شاء الله نوصل للميدالية، كرة اليد منتخب مصر من المنتخبات القوية في كرة اليد، فطبعا احنا لحد دلوقتي العرب ان شاء الله نوصل لأرقام كويسة، لكن الرياضات اللي احنا بنخرج منها دي لازم نعيد النظر من جديد، واننا نبدأ نجهز نفسنا للأولمبياد 2028، اللعبة دي تتجهز، لان في ارقام احنا بنخرج اكننا ما عملناش اي حاجة، زي ما دخلنا زي ما خرجنا ما فيش اي منافسة. فطبعا ان شاء الله خير، وان شاء الله نشوف ميداليات للنجوم العرب في اولمبياد باريس، وبالتوفيق لكل العرب.